السلام عليكم ورحمه الله معاكم اسامه من قناتكم جاسم زون طبعا في البدايه بحب اكرر اعتذاري تاني لعدم انتظامي في الفتره الاخيره ديت وده علشان التعب اللي انا كنت قلت لكم عليه المره اللي فاتت لسه ما منه بالكامل فبالتالي ما بقدرش اقعد فترات طويله فمعلش بقى يعني استحملوني شويه كده وشويه دعم حلوين علشان الدنيا ما تقعش معانا عشان نعرف نستمر طبعا ثانيا بفكرك بالمسابقه بتاعتنا اللي المفروض هنعلن عن الفايز بتاعها بعد الحلقه ديت ان شاء الله وهتبقى موجوده برده في المنتدى، طبعا الجايزه زي ما بنعمل كل مره 20 دولار واحد بيكسبها، مين بيكسبها اللي بيعمل لايك، كومنت، سبسكرايب، شير، اعمل اشتراك للقناه لو انت مش مشترك، او لو مشترك، الغي اشتراكك وارجع فعل الاشتراك من اول جديد وطبعا كومنت تحفيزي كويس وهتكتب لي تم عشان اقدر اشوفك هنا واشوفك في الانستجرام، لانك طبعا من الشروط بتاعتنا انك بتبعت لي على الانستجرام انك اتفرجت على الحلقه ديت من الاول لغايه الاخر وعملت لايك. Like دعست لايك يعني وبعد كده عملت الكومنت بتاعك وشيرت الحلقه لان اللي بيكسب معانا هو اكتر واحد بيتفرج على الحلقات بتاعتنا وبيعمل شير وطبعا مع السكرين شوت اللي انت هتبعتها لي هناك وتم اللي انت هتبعتها لي هنا سيبك من تم اللي موجوده في الكومنت ديت دي بس عشان اعرف انك مفروض انت اللي بعت هناك على الانستجرام وهتكتب لي طبعا كومنت تحفيزي كويس كده عشان تشجعنا ان احنا نكمل مع بعض هتكتب لي في الانستجرام هناك سواء اذا كان الايميل بتاع البيبال بتاعك او المحفظه بتاعتك في الباير او رابط محفظتك في بينانس المحفظه الالكترونيه او اي محفظه الكترونيه عموما سواء كان تي ار اكس يو اس دي تي ايا كان العمل اللي انت عايزنا ابعت لك بيها هبعت لك ما يقابل ال 20 دولار. طيب احنا هنتكلم في الفيديو بتاع النهارده على ايه؟ هنتكلم على تطبيق كنا اتكلمنا عليه زمان قوي التطبيق كانت فكرته سهله جدا 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 وحط تحت جدا دي مليون خط وهتقدر حتى تجمع نقط وانت فاتح التطبيق وسايبه كده ما بتشتغلش يعني مجرد انك فاتح التطبيق انت هتجمع نقط خلينا ما نرغيش كتير وخلينا نروح نشوف الشرح العملي التطبيق بتاع النهارده زي ما انت شايف وزي ما انا قلت لك دلوقتي يو هاف جاست 1 3 جيفي انت خدت ثلاث عملات او ثلاثه كوينز فور 3 مينيت ان ذا اب انا كل اللي انا عامله على ما اتكلمنا الكلمتين الحلوين دول مثلا عدت ثلاث دقائق فالثلاث دقائق حسبوا لي تلات نقط كل تلات دقايق انا بقعدهم على التطبيق مفروض ان هو بيحسب لي نقط طيب خلينا نشوف دي اوكي خلاص كده ملناش دعوه بيها عندنا هنا طبعا النقط بتاعه التسجيل اليومي انا مثلا خدت تسجيل اليوم بتاع امبارح فالمفروض هنا دلوقتي بيقول لك انت خدت واحد كوين عشان عملت كذا عشان سجلت وخدت اتنين كوين عشان كذا السنة الصناديق ديت مفروض ما بين كل تلات لاربع ساعات برضو نفس الكلام هنا انت خدت نقط كل اربع ساعات انت بتاخد من تلاتة لتسعة كوين الحاجات ديت انت بتاخدها او الكوينز دي انت من غير ما تعمل اي حاجه خالص بمجرد تسجيل الدخول ديت الكوينز اللي انا مجمعها عندك هنا بقى يا سيدي طرق السحب خلينا نشوفها الاول زودوا حاجه ما زودوش حاجه يعني دي حاجه هم عملوها هو مفروض في سايت للتطبيق هنا بيديك اوفر انك ممكن تفتح 119 اه كانت 119 الاول انك هتقدر من خلال الويب سايت بتاعهم هيبقى نفس الحوار ده بالظبط هتقدر تغير بدل ال 130 ب سنت هتغير ال 119 ب1 سنت هتفرق معاك في الكميه الكبيره بتاعه الكوينز يعني تمام انا دلوقتي مثلا معايا 2054 نقطه انت كل اللي عليك هنا بتعمل كده زيادة, زياده 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 لغايه لما اوصل للرصيد بتاعي الكوينز المتاحه معايا لا هو اقل من كده يبقى 15 سنت وبعد كده ادوس كونفرت هو دلوقتي بيقول لك اهوت نفس الكلام برضو لا انت لو عايز تاخد تستفاد اكتر من نقط يعني روح اعملها في الويب سايت مش مشكله دلوقتي انت ممكن تعملها وتخش على الويب سايت وتبدل زي ما انت شايف النقط بتاعتي اتسحبت وبدل ما كان معايا 98 او 95 على ما اظن بقت مثلا دولار و13 سنت. اه الناس اللي بتقول اه طيب انت سحبت ايه وكده هوريك دلوقتي بص يا سيدي أنا ساحب هو 3 دولار في 3 دولار 77 سبع في 68 سنت في 5 دولار 91 في دولار و4 سنت يعني كنت على طول بستمر من السحب من التطبيق دوت والت... السحب كان بيوصل زي ما أنت شايف يعني معناها تم الإرسال آه الموضوع كان بسيط جدا وكنت بسحب بيبال طبعا ان ما كانش فيه غير بيبال دلوقتي بقى فيه كوين بيس السحب الأدنى الحد الأدنى للسحب 39 سنت البي بال 99 سنت يعني اقل من 1 دولار البينانس هنا 9 دولار 90 سنت والامازون 39 سنت طبعا هنا بيديك المده اللي انت المفروض هيوصل لك السحب فيها كل اللي عليك مثلا لو انت عايز الايميل بتاع البي بال هتكتب هنا الايميل بتاع البي بال وهتكتب, وهتكتب هنا القيمه بتاعت السحب وبعد كده ويسترو او نفس الكلام هنا او في بينانس هتكتب الايميل اللي انت مسجل بيه في المنصه يعني شوف الايميل اللي انت مسجل بيه في المنصه وهتكتبه هنا وهيجي لك العملات عن طريق آه التطبيق هنا بيتكوين هتوصل لك بيتكوين على المنصه. اول حاجه هنا هتبقى السيرفاي اللي هي الاستبيانات هتبدا تاخد من اول 300 بوينت، طب خلينا ادوس ستارت واشوف الدنيا فيها ايه؟ زي ما انت شايف اهوت انت هتاخد هنا مثلا دوت استبيان من كذا من 20 ل 2000 كوينز ودوت من 20 ل 500 كوينز، انت بتختار الاستبيان اللي انت ممكن تشتغل عليه وبتبدا تجاوب على الاسئله، طبعا موضوع الاستبيانات معروفه للناس كلها بس انا ماليش خلق عليها بصراحه يعني. نطلع بره دلوقتي وبعد كده جي في اوفرز انت عندك هنا بدايه من 300 كوين لغايه ما انت طالع فوق الى ما لا نهايه هندوس هنا ستارت ونشوف الدنيا فيها ايه هيحولني على الويب سايت بتاع جيفي اوفرز دي تبع دول يعتبر شركتين مع بعض يعني مش مختلفين عن بعض ولا حاجه اه هنا نفس الكلام دي بتبقى جيف انت بمجرد بس انك بتشترك بتخش زي سحب كده على 1000 دولار او 100 دولار او 50 دولار السحب انت ما بتخشوش باي حاجه ببلاش مجاني وبتقعد الفتره اللي هو المفروض بيقول لك تنتظرها وبعد كده تشوف نتيجه السحب نفس الكلام هنا عندنا هنا شوية عروض اهيت انت تعمل داونلود وبالتالي بتاخد الكوينز قدامها. في هنا نقطة بقى أحب ألفت نظر الناس اللي هي المفروض مبتدئة في موضوع التطبيقات أو الربح من عموما من الإنترنت دايماً هيجيب لك الإعلان على شكل خانة زي خانات التطبيق بالظبط بس اللي هيفرق عنها إنها مكتوب عليها ادز أو اي دي. العلامه دي معناها ان ده اعلان ما تدوسش عليه هو هتلاقيه زرعهولك في النص كده انت لو دوست عليه هو التطبيق بيكسب لان دي نقره تعتبر نقره على اعلان فبالتالي بيكسب منك دي مش خانه انت هتستفاد منها في اي حاجه في العروض يعني بصراحه بعد كده هنا اور <applause> اوفرز <applause> اللي هي العروض بتاعه المنصه نفسها او التطبيق نفسه هندوس ستار زي ما انت شايف هو هنا بيقولك مثلا اعمل انستول للتطبيق دوت وهتاخد 400 نقطه هنا برضو نفس الكلام ادز ديت اعلان مالهاش دعوه بيه هنا ثبت التطبيق دوت وهتاخد 350 هنا ثبت دوت وهتاخد كذا هنا ثبت كذا ثبت كذا كلها عروض هنا تثبيتات انت مجرد ما بتثبت التطبيق فبالتالي انت بتاخد ال 400 نقطه بعد كده خانه التاسك بدايتها هنا من 20 ل 50 الف نقطه في نقطة شغ... في نقطة صغيرة أنا عايز أتكلم فيها، في ناس كانت بتشتغل وأنا منكم واحد برضه كنت ساعات بشتغل على المواقع اللي زي ديت بالفي بي إن، بس نصيحة دلوقتي بعد التحديثات اللي حصلت في التطبيقات وبقت الرقابة شديدة شوية في البي في بي إن، أنصحك إنك تشتغل على التطبيق بدون في بي إن علشان تقدر تجمع فلوس، أي نعم أنت هتجمع فلوس أقل من الأول بس هتبقى بطريقة مضمونة وسحبك هيوصل لك مليون في المية، عايز تشتغل في بي إن انصحك برضو انك لما تشتغل اشتغل في بي ان مدفوع او في بي ان اللي هو بيديك خصائص المدفوع بالاعلانات هنشوف هنا المنصه مثلا ديت هو هنا مديك منصه تاب جوي دي منصه قديمه جدا معروفه وجميله جدا زي ما انت شايف برضو انا شايف ان النقط مش بطاله يعني 9240 نقطه و8650 نقطه دور في العروض زي ما انت عايز وابدا اشتغل على العروض اللي انت شايف انك تقدر تادي فيها طبعا تاب جوي معروفه من زمان جدا هنا الانفايت فريندز انت هنا هتدعو اصدقاء هتاخد من اول 150 نقطه ل 500 نقطه هي عباره عن شجره وانت بتدعو اصدقاء وكل صديق بيخش عن طريقك فبالتالي انت بتاخد منه كوينز نفس الكلام هنا اعلان هنا دي بقى الالعاب الخفيفه الجميله البازلز مثلا انت بتعمل بازل وتبدا تجمعها ديت مش محتاجه انك تعمل عرض ولا اي حاجه وديت انا كنت بخلي جودي زي ما شرحت التطبيق اول مره خالص كنت بخلي جودي هي اللي بتلعبها لي يعني لعب مسليه جدا للاطفال هنا برضو في خانه تاسك اضافيه هم زودوا خانات التاسك اللي كانت المفروض قعدت فتره متشاله من التطبيق. هنا خانه الاوفر تورو هتلاقي برضه عروض عندك عرض زي ستيد اوف سرفايفل هتلاقيه موجود عندك في الوصف تحت ب 14300 كوينز حاجه كويسه جدا جدا جدا. مافيا سيتي ب 33800 خلي بالك انا فاتح المنصه بدون في بي ان. الماي جيم 2500 ذا ووكينج ديد رود 2700 انا شايف برضه انها عروض مش بطاله. أه نيجي هنا للعبة ديت برضه لعبه خفيفه عامله زي البازل أه معاك هنا هي القلوب زي كاندي كراس زي ما انا قلت لك فوق هو هنا اللايف اللي انت بتستخدمها علشان تقدر تلعب نفس الكلام هنا البالونات انت بتفتحها تلاقي شويه مثلا بالونات كده اهو بص هيطلع لك شويه بالونات طبعا مش هينفع تدوس على البوم اللي هي ثانيه واحده كانسل تراي اجين انت مش هينفع تدوس على البالونه اللي فيها قنبله انت بتدوس على البلالين دي يعني العاب خفيفه خالص طبعا انت هتلعبها على الموبايل انا فاتح دلوقتي بس على المحاكي بس هو يكفيك انك مزود لك شركتين عروض سواء اذا كانت التاب جوي او الاوفر تور وهتقدر تشتغل عليهم بكل اريحيه جدا وهتجيب منهم نقط كويسه جدا زي نقط التسجيل الدخول اليومي والصناديق اللي المفروض بتفتح لك تحت مع الاستمراريه على التطبيق وكل ثلاث دقائق هتقعدهم هتاخد نقط اكتر انا حبيت اوريك التطبيق ده مره تانية علشان الشركات بتاعت العروض اللي زادت عليه وعلشان طرق السحب اللي زادت عليه اشوفكم في حلقه جديده وكان معكم اسامه سلام